السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحاب بكم في درس جديد من دروس المستوى الخامس ابتدائي في مادة الرياضيات. عنوان هذا الدرس أسبوع التقويم والدعم والتوليف الأول. الجزء الثاني تتمة لتمارين أسبوع التقويم والدعم الخاص بالوحدة الأولى. التمرين الثاني عشر أعيد كتابة الأعداد التالية بكيفية تسهل قراءتها. لدي مجموعة من الأعداد، لكن هذه الأعداد كتبت بطريقة لا نستطيع فيها قراءتها بكيفية سهلة. إذا ماذا سنفعل؟ سنقوم بإعادة كتابة هذه الأرقام بكيفية يسهل علينا قراءتها. إذا لكي نكتبها بطريقة تسهل علينا قراءتها، يجب أن نكتب ثلاثة أرقام من اليمين، ثم نترك فراغ، ثم ثلاثة أرقام، ثم نترك فراغ. إذا العدد الأول يصبح 73,684,706. العدد الثاني يصبح 41,251,293. ثم العدد الأخير يصبح 8,701,621. إذن هنا قمنا بكتابة هذه الأعداد بتقسيمها لفصل الوحدات أو الآحاد البسيطة، فصل الآلاف، ثم فصل الملايين، وبذلك سيسهل علينا قراءتها. Exercice 13. Les étiquettes suivantes portent les classes d'un nombre de 9 chiffres. 307, 985, 210. Je les remets en ordre pour obtenir le plus grand nombre, le plus petit nombre. إذن هذه البطاقات التالية هي تحمل رتب عدد مكون من 9 أرقام. إذن ماذا سأفعل؟ سنقوم بترتيب هذه البطاقات لكي نحصل على عدد مكون من 9 أرقام. في الحالة الأولى يكون أكبر عدد. إذن سنشكل بهذه الأعداد أو بهذه البطاقات أكبر عدد ممكن، ثم نشكل بها أصغر عدد ممكن. إذن أكبر عدد ممكن يمكن تشكيله من هذه البطاقات هو، نبدأ بالبطاقة الأولى التي تضم أعداداً أكبر 9 و8، يليها التي تحمل 3 و0 و7، ثم البطاقة الأخيرة التي تحمل أصغر الأعداد وهي 2 و1 0. العدد الذي تحصلنا عليه هو 985,307,210. إنه أكبر عدد يمكن تشكيله انطلاقا من هذه البطاقات الثلاث. ثم أصغر عدد يمكن تشكيله، إذن سنقلب هذا العدد. إذن سنبدأ بمئتان وعشرة، يليها 307، يليها 985، وسيصبح 210,307,985.
Exercice 14. Que représente le chiffre en rouge dans chacun des nombres suivants? لدي مجموعة من الأعداد. كل عدد من هذه الأعداد يتضمن الرقم واحد. ما هي رتبة الرقم واحد في كل عدد من هذه الأعداد؟ إذا سنقرأ هذا العدد. لدي 461 مليون وواحد وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة. 461 مليون 71 509. Alors 1 représente chiffre des unités de milliers. نقرأ العدد الثاني. مليار واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة واثنان وثلاثون. 1 مليار 72 مليون 845 632. Alors 1 représente chiffre des unités de milliards. Donc الرقم واحد يمثل وحدات الملايير. ثم العدد الأخير. لدي 8 ملايير ومئتان وثمانية عشر مليونا وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون. 8 مليار 218 مليون 7 528. Alors 1 représente un chiffre des dizaines de millions. الرقم واحد يشير إلى عشرات الملايين. التمرين 15. أحدد بعلامة في العددين اللذين يؤطران العدد المعروض على البطاقة. إذا لدي عدد معروض على البطاقة وهو 985703. أين يوجد هذا العدد؟ هل يوجد بين 900 ألف وتسعمائة وخمسون ألف أم بين 950 ألفا ومليون؟ أو بين مليون ومليون وخمسمائة ألف. العدد 985703 يوجد بين 950 ألفا ومليون. التمرين 16. أضع وأنجز العمليتين. الذي عمليتي الطرح. سأضعهما وأنجزهما. نبدأ بالعملية الأولى. لدي 96103.001 ناقص 8763.7 أو 0.700 تساوي 1 ناقص 0 تساوي 1. 0 ناقص 0 تساوي 0. 0 ناقص 7 لا يمكن. أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 10 ناقص 7 تساوي 3. أضع الفاصلة. 3 ناقص 4 لا يمكن. أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 13 ناقص 4 تساوي 9. 0 ناقص 7 لا يمكن. أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 10 ناقص 7 تساوي 3. 1 ناقص 8 لا يمكن. أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 11 ناقص 8 تساوي 3. 6 ناقص 9 لا يمكن. أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 16 ناقص 9 تساوي 7. ثم 9 ناقص 1 تساوي 8.
إذا تحصلت على 87,339,301. إذا نذهب إلى العملية الموالية. إذا العملية الموالية هنالك خطأ، 1735.07 لا يمكن أن أطرح منها 3249.1، لأن هذا العدد أصغر من هذا العدد. إذا سنقوم بعملية العكس، إذا سنطرح 3249.1، سنطرح منها 1735.07. إذا هذه العملية عملية خاطئة. إذا 3249.10 ناقص 1735.07. صفر ناقص 7 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 10 ناقص 7 تساوي 3، 1 ناقص 1 تساوي 0، ثم أضع الفاصلة. 9 ناقص 5 تساوي 4، 4 ناقص 3 تساوي 1، 2 ناقص 7 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 12 ناقص 7 تساوي 5، 3 ناقص 2 تساوي 1. تحصلنا على 1514.03. التمرين 17، صب كريم 1 لتر من الماء على 3 عينات من تربات مختلفة. أحسب قياس كمية الماء التي لم تنفذ من كل عينة من التربة. إذا كريم أحضر 3 عينات من التربة، تربة رملية ثم تربة طينية ثم تربة مختلطة، وقام بصب على كل تربة من هذه التربات 1 لتر من الماء. عندما قام كريم بصب 1 لتر من الماء على التربة الرملية، نفذ 0.9 لتر من الماء. ثم عند صب 1 لتر من الماء على التربة الطينية، نفذ 0.1 لتر. ثم عندما صب 1 لتر من الماء على التربة المختلطة، نفذ 0.7 لتر. إذن ماذا سنحسب؟ سنقوم بحساب الكمية الماء التي لم تنفذ، التي بقيت محتفظة بها التربة، في كل من التربة الرملية والتربة الطينية والتربة المختلطة. ثم أحدد التربة الأكثر صلاحية للزراعة. ما هي التربة التي تصلح أكثر للزراعة؟ هل هي التربة الرملية أم التربة الطينية أم التربة المختلطة؟ أولاً سنحسب كمية الماء التي بقيت في التربة الرملية. إذا لكي نحسب كمية الماء التي بقيت في التربة الرملية، سنطرح كمية الماء التي صببناها، أي 1 لتر، من الكمية التي نفذت. 1 لتر ناقص 0.9 لتر تساوي 0.1 لتر. إذن الكمية الماء التي لم تنفذ من التربة الرملية هي 0.1 لتر. ثم نمر إلى التربة الطينية. 1 لتر ناقص 0.1 تساوي 0.9. إذن التربة الطينية احتفظت بصفر فاصلة تسعة لتر من الماء. ثم التربة المختلطة، 1 لتر ناقص 0.7 لتر تساوي 0.3 لتر. إذن التربة الرملية احتفظت بصفر فاصلة 1 لتر. التربة الطينية احتفظت بصفر فاصلة 9 لتر. ثم التربة المختلطة احتفظت بصفر فاصلة 3 لتر.
إذا سنحدد التربة الأكثر صلاحية للزراعة، ما هي التربة التي تصلح أكثر للزراعة؟ إذا التربة التي تصلح أكثر للزراعة هي التي تحتفظ بماء أكثر. إذا ما هي التربة التي احتفظت بماء أكثر؟ إنها التربة الطينية. إذا التربة الطينية هي التربة الأكثر صلاحية للزراعة. التمرين 18، أحسب قياسات الزوايا المطلوبة دون استعمال المنقلة. إذا لدي شكل يضم مجموعة من الزوايا، الزاوية COD نعلم قياسها 30 درجة. إذا سنحسب قياس الزاوية BOD، الزاوية BOD، وقياس الزاوية AOB. إذا سنحسب قياس هذه الزوايا دون استعمال المنقلة. إذا نبدأ بقياس الزاوية BOD. نعلم أن هذه الزاوية، الزاوية BOC، هي زاوية مستقيمة، قياسها 180 درجة. سنطرح منها قياس الزاوية COD ناقص 30 درجة. ستبقى لنا قياس الزاوية BOD. 180 ناقص 30 تساوي 150 درجة. إذا قياس الزاوية BOD هو 150 درجة. ثم قياس الزاوية AOB. AOB، الزاوية AOB هي نفسها الزاوية COD، نقول أنهما زاويتان متناظرتان، لهما نفس الرأس ولهما نفس الأضلاع. إذا هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية، إن تساوي 30 درجة. التمرين 19، أرسم الزاويتين المطلوبتين باستعمال المنقلة والمزوات. إذا سنقوم باستعمال المنقلة والمزوات من أجل رسم زاوية قائمة وزاوية قياسها 100 درجة. إذا نبدأ برسم زاوية قائمة. إذا لرسم زاوية قائمة نستعمل المزوات أو المثلث. إذا نرسم، نأخذ المثلث ثم الزاوية القائمة في المثلث، ثم نرسم الضلع الأول للزاوية على الحافة الأولى للمثلث أو المزوات، ثم نرسم الضلع الثاني على الحافة الثانية للمزوات، ثم سنتحصل على زاوية قائمة. الآن سنرسم زاوية قياسها 100 درجة. إذا لكي نرسم زاوية قياسها 100 درجة سنستعمل المنقلة. أولا سنرسم الضلع الأول في التدريجة الصفر، يبدأ من الرأس من منقلة إلى التدريجة الصفر، ثم نبدأ الحساب 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. إذا نرسم الضلع الثاني عند الدرجة 100، ثم نحذف المنقلة، وبذلك نكون قد تحصلنا على زاوية قياسها 100 درجة. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.